الله هو الغني الحميد. لو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو تحولت كل الأشجار إلى أقلام، كل الأشجار التي في الأرض تحولت إلى أقلام، والحبر البحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلت كحبر، يعني الأشجار أقلام وتبل في مياه البحور وتكتب كلمات ربي ما نفذت كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا، حبر، مداد الحبر لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهنا ولو أنما في الأرض من شجرة تحولت إلى أقلام، والبحر مداد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. نحن تعلمنا من هذه الكلمات ماذا؟ عندنا في اللغة العربية كما قلنا 27 حرف، ألف باء تاء ثاء، عند الإنجليز A B C D E F، عند الفرنسيين كلها أحرف تتركب منها كلمات. لكن كما قال الله عن كلماته: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني لغات الإنس والجن والطير، وخطاب الله لكل هؤلاء، خطاب الله للإنس للجن للطير لبني آدم لكل المخلوقات. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية تحتاج إلى وقفة طويلة لدلالتها على عظيم شأن الله سبحانه وتعالى، وعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. الآية تحتاج إلى تأمل وتدبر واسعين لاستنباط معانيها والإتيان على أقوال العلماء فيها، والاختلاف الوارد في أقوالهم فيها اختلاف، تنوع ليس باختلاف، تضاد. فكل شخص قدرته وصلت إلى شيء من شرح الآية لا تعارض قدرته قدرات غيره التي توسعت بالضوابط، أن تكون هذه التوسعات مضبوطة بكتاب الله وبسنة رسول الله على العموم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.